تأهل إلى نصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي، رقم قياسي إفريقي المرة الخامسة على التوالي. يعني فقط غادي يعادلوا فيه الأهلي إلا تكلف اليوم، ولكن نظن الأهلي في الخمسة سنوات الأخيرة ما تأهلش كلها للنصف النهائي، يعني صعيب هذا الرقم هذا يتحقق. الوداد في سبعة المواسم الأخرى يعني موسم واحد اللي تقصد في الكارد فينال، باقي المواسم كلها وصلت للدومي فينال. سبعة من ثمانية، سبعة من ثمانية وخمسة على التوالي، خمسة المواسم الأخيرة كدوز للدومي فينال. هذا يعني ما يعنيه فريق الوداد الرياضي رقم صعب قاريا، حتى ولو ما يكونش في المستوى ديالو فاسم الوداد الهيبة ديال الوداد تعمل مع الوداد، فكتخلي الفرق انهم ملي يجوا عند الوداد تيكون خوف. وشفنا البارح ما كانش اداء جيد، بزاف انتقادات المدرب غاريدو، رجعوا الطريقه ديال اللعب، الاختيارات كلها لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن مخوف ما هو ايجابي بعدا هو الاول. الوداد في نصف النهائي للمره الخامسه على التوالي، الوداد الان كتسنى خصم ديالها من هذه المباراه ما بين فريق ماميلودي ساندونز وفريق شباب بلوزداد الرياض. هو اولا ذكرت هذا الرقم القياسي عزيز باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو، ملي ذكرت الرقم القياسي فيحسب للمكتب المسير بقياده سعيد الناصري، لان ملي كنتكلموا على خمس نسخ وصلت الى الدومي فينال فكل كل نسخه كان كيكون فيها مدرب، وبالتالي كنظن بان نفس الرئيس اللي كاين تقريبا المكتب المسير، هذا انجاز يحسب لهذا المكتب اللي كيقولوا سعيد مسبوق انجاز كبير بطبيعه الحال، لان كما كنتقدوا سعيد الناصري في بعض الامور السيريه خصنا نعطيو الحق ديالو حتى في هذا الشيء اللي وصل ليه فريق الوداد. دونك كنظن بان هذا انجاز يحسب سعيد الناصري ومن معه من المكتب المسير، لان مرضوا بزاف ديال الاسماء. كنظن تكلمتي على الوداد، فالوداد ولات عندها شخصيه ديال البطل، تكلمتي على مساله مهمه ربما نناقشوها مع الاخوان. هو الوداد واخا كيكون ماشي في المستوى المعهود ديالو كيحقق التاهل، دونك ولات عنده الشخصيه ديال البطل. كان امور اللي ما كانش في المستوى الكبير ومستوى جيد في المباراه، لا الذهاب لا اياب ديال سيمبا كانوا اخطاء تكتيكيه، شفنا فريق الوداد بدون روح عند بعض اللاعبين، وصراحه يعني نسمعوا الاسماء بمسمياتها، لان المباراه ديال اليوم امس شفنا اللاعبين تائهين، خاصه اللاعبين ديال وسط الميدان، يعني ما شفناش هذيك الكاريزما ديال فريق الوداد، ما شفناش هذيك الشخصيه ديال فريق الوداد، وشفنا مدرب كما قلنا على المهدي النفطي مدرب لخواف تقاريدو، كنا يمكننا نعتبرو من الطينة ديال المدربين، لأن باش تاخذ القيادة ديال فريق الوداد بطل ديال إفريقيا بطل ديال المغرب، يعني بزاف ديال الأشياء بزاف ديال المعطيات خصها تكون لصالحك. حنا لا العكس، شفنا البارح بأن سيمبا هما اللي فرضوا الأسلوب ديال اللاعب ديالهم على فريق الوداد، هما اللي يعني احتكروا الدقائق ديال المباراة، واخا بسبب الله عنده العكس ديال هذا الشيء. يا 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 اسمح لي احتكروا ما احتكروش الكره. انا متفق معاك فكره قلتيها صراحه زي كل واحد خص تحسب لي شي حاجه، بان كاين تعاقب ديال المدربين ولكن كاين استقرار ديال المسير. اذا هذا اذا 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 هذا المعطى كيتبت لنا بان المكتب المسير واحد الميساج كاين الدور ديالو، ميساج من الجمهور وداد يو ار نيكست، انا الدور عليك كيفكروا فيك كيفكروا الجمهور ديال اخوته الوداد تعرفهم وداد يو ار نيكست. دابا اللقطه اللي كاينه في التيران هو ان الجمهور بان تيقول الجمهور ديال فريق ساندونس ديال واحد اللافته صغيره الوداد ثم التالي وتعرفوا هاد الجمهور بان الوداد ما عمر تخسر مع ساندونس الشيء تخوف هو علاش قال لي يا رياض كضحك حنا هادي اللي بغينا نديفلوبيوها هاد الفكره غنديفلوبيوها دابا الى عطانا السي عزيز. شوف الوداد دابا دابا تكلمنا على شوف ما تكلمت على النتيجه الحمد لله الوداد الحمد لله كاليفيه دومي فينال والعادي هذا هو العادي جدا هذا هو العادي. ولكن خالد انتم راك لعبتوا في الوداد كبرت في الوداد قبل المناصري فقط جوج مرات الوداد اللي مشى للدومي بالفعل حنا اش قلنا دابا راه سبعه ديال المرات من ثمانيه المواسم من الاحسن. شوف البارح ناقشنا هنايا مع سي امين بان الوداد خمس سان كاليفيكاسيون دافيدا راه ما كايناش راه بالنسبه راه ركور يلا دير واحد الفرقه نتوما ربما يمكن ما كتبغيش عايز ديرها مدريد صافي على مستوى الاسباني صافي كاين الوداد كاين مدريد راه لاقش لا صافي برافو برافو خالد انا غنديفوندي اللعابه وغادي نديفوندي شوف انا لي كومبوزون ديال الوداد سيرتو لو ستاف والاداره
واللاعبين. انا سؤال غنطرحه هو اللي غنمكننا غنطوروه اخوان كنا الحمد لله كلشي كل واحد عنده مستوى عنده شي بطني. البارح الفريق ديال سيمبا كانوا عنده دو زوبسيون تعادل الوداد حتى اوبسيون وحده وهاد لي زوبسيون هما اللي غنديفلوبيو غنقولوا علاش الوداد لعبوا فحال هكذا نعطيو هضرت ماشي نعطيو عطيو زارغومون تكنيك بالنسبه للفريق اللي في الكيك اوف شكون اللي كاتكاليفي مقصي ملي مقصيه اللي طالع اللي كاليفي هي سيمبا شكون بالنسبه للوداد الخيار الثاني اللي عنده شنو هو اما يحافظوا على النتيجه او يبغتوا الوداد يسجلوا ولا سجلوا سي لو كاو لهنا غتولي خص الوداد تماركي ثلاثه ديال الاهداف الوداد عنده خيار واحد هو تسجل وما يتسجلش عليها اذا هنا علاش نقدموا الاعذار تقنيا للاعبين الله يكون في عونهم راه ملي كيجي اللاعب كيشوف راسو الوقت مدروك بالوقت وسيمبا راه ماشي هي سيمبا ديال دور المجموعات ولا رجعنا لدور المجموعات وخدينا كمعيار الهزام ديال مع فريق الرجاء راه المباراه الوحيده اللي هزموا فيها من شحال المباراه لعبوا خسروا مع الرجاء دابا حنا دابا بالنسبه للاعبين ديال الوداد رجعوا ربطوا هذا الخيار اللي عند الوداد بلا استراتيجي اللي دارها الاستراتيجي اللي دارها لونترينور راه لعب شوف الى شحال سيناريو تلعب في المباراه تلعبوا ثلاثه ديال السيناريوهات السيناريو الاول اللي هو اللي بغى اللي باغت الوداد دار ان بريسينغ هو كيتسنى الخطا علاش مثل اللاعبين ديال الفريق الوداد وبالضبط ابو الفاش تيلعب طويل هذاك راه ذكاء لانه كان بقاو تيلعبوا الكره مع هذاك البريسينغ تقدر تجي فاتت المباراه دخلنا تقريبا الهدف ديال الوداد نقولها بكامل الشجاعه جاء ضد مجرى اللاعب برافو وي نقولها شوف نقولوها بشجاعه اذا ملي تسجل الهدف دوزيام بلون اللي كان ديال لونترينور شلاو وجا مفاجئ يعني اكسبلو انديفيديوال لان حتى شي واحد ما تصدق ان اللاعب سامبو يضرب كره براس من تما خطا بقى ديال المسار ديال الكره ديال نزول الكره سامبو كان ذكي طلع خاوي بلغه الكره خويا اليوم الانصاف الفرص كسجل انا باغي نكمل السؤال علاش لان الاشياء خصها توضح لان البارح كنا صراحه واخا خليت يسالي عبد الله انا ما متفقش معك ماشي مشكل احنا حنا غير النقطه الثانيه وهي البلون دوزيام بلون سي كو يرجعوا لا زون 2 وبداو كيلعبوا بالكونتر هما هما اللي بغوا يحافظوا على التعادل البلون تروازيام بلون هو بان رجعوا بقاو كيعطلوا في الوقت باش يمشيو لضربات الجزاء اذا حنا اللاعبين ديال فريق الوداد